خيرك بقى. يا دونا خير، ايه اللي جابك بدري كده؟ انا ولا اجي وقت ما انا عايز. انت مالك؟ يالا انت مالك، اخش بيتي واخش بازاري وقت ما انا عايز. طبعا يا دولا، ده بيتك ومطرحك يا دولا. ايوه بيتي، وبيتي بقى هو نفسه بيتي، يعني انت مالكش دعوه خالص. يالا ماشي يا دولا. بمناسبه البيت يا دولا، البيت ياسمين عامله ايه يا دولا؟ دي بالذات مالكش دعوه بيها، اوعى تفكر تسال عنها. انا بقول لك اهو. ليه دولا بقى ليه؟ بس يالا خد ده شيله من هنا. اقعد براحتي، بازاري بازاري، انا اللي جايبه بفلوسي، بحر مالي، اقعد زي ما انا عايز. ماشي يا دول، اقعد براحتك يا دول. هلا قول لي يا ده رمزي. نعم. انت لسه معاك الجواب اللي انت كنت عايز تبعته للمسابقه؟ يا دول اهو يا دول. ايه هتحلولي يا دول؟ هتحلولي ليه كده يا دول بقى؟ مستقبلي يا عم، مستقبلي مستقبلي. مستقبلك ده ما تفكرش فيه، المهم مستقبل انا، المهم انك انت تشوف شغلك في البازار، نلتفت لشغلنا بقى، واحنا هنفضل للمسابقات وحسك عينك. اسمع ان انت بعت لمسابقه ولا الفوازير ولا نيلي ولا شريان ولا حد من الناس دي، سامع ولا لا؟ حاضر يا دولا بقى، حاضر بقى لتشوف بقى. خد تعال، خد تعال. نعم يا دولا. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش يا دولا. بتبرطم بتقول ايه؟ مش شغل بقى. بس روح شوف شغلك، اجري. ايوه كده كده استريحت. ₹3,700 فاتورة التليفون ليه؟ طب وفيها ايه يا دول؟ انت دايما كده هون بتكبر المواضيع يا عم، وبتعمل من الحبه كبه. كبه كبه تاخدك يا اخي. يا اخي انت بتتكلم في ايه وانا بتكلم في ايه؟ مش كفايه الفاتوره المهببه اللي جايه لي دي؟ انا مش عارف اعمل ايه، والله ما عارف اعمل لهم ايه. ومش كفايه يا استاذ اللي عامل لي فالح الراجل اللي احنا بعتناه الاقصر بدل ما نوديه سقاره؟ طب وفيها ايه يا دولا؟ يعني ما الاثنين فيهم اثارات يا دولا. انت جبت التايهه فعلا، الاثنين فيهم اثارات، بس واحده بقى في الشمال وواحده في الجنوب. طب وده ذنب انا بقى اللي اخلي بقى واحده في الشمال وواحده في الجنوب يا دولا؟ بتيجي تلومني؟ لا ذنب انا يا استاذ، ذنب انا ان انا استعنت بيك ووظفتك عندي وخربت بيتي يا رمزي. يا استاذ عادل، انتوا مش هتشربوا حاجه بقى ولا ايه؟ عايزين ثلاثة كوكتيل يا حته. ايه ثلاثة كوكتيل دي؟ ليه ثلاثة؟ ما احنا اتنين بس. يا دولا يمكن في ضيف يجي ولا حاجه. ضيف ايه واحنا قاعدين في الصالون؟ ياض مش كفايه فاتوره التليفون ام 3700 جنيه؟ يا نهار اسود، 3700 جنيه فاتوره التليفون؟ طب ده القهوه اللي اسمها قهوه والتليفون بتاعته جاري ما بنتكلمش ب 1000 جنيه، ودول بتتكلم بيهم لوحدك يا استاذ عادل؟ لا يا سيدي مش لوحدي، معايا في البيت ست ستات، كل واحدة فيهم بتمسك التليفون بالنهار وبالليل، لدرجة إن أنا ما برجع بالليل بلاقي التليفون بينهج يا عيني. هما الستات دول برضه رغيين، بوعدين دول ست ستات، يعني أقول لك إيه؟ أنت بتتكلم على إيه؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ بتتكلم على أهل بيتي؟ أنت بتستهبل يالا ولا إيه؟ أنت بتتدخل في الأمور الشخصية ليه؟ علي أنا غلطان، مع إني كنت هحلها لك وأريحك من الفاتورة الجاية خالص. تريحني من الفاتورة؟ ولا رمزي قوم يلا. نعم. قوم اتفضل يا حته، اتفضل اتفضل. قوم يلا قوم. ما هو دول حته. تشرب ايه؟ مش هشرب من القهوه هنا عشان المشاريب هنا كلها مضروبه والشاي بتاعها كارف. هات من القهوه اللي جنبينا. ولا رمزي بسرعه، اتنين شاي من القهوه اللي جنبينا بسرعه. عينيا يا دول هوا. قول لي بقى ايه الحل يا حته؟ تعمل يا باشا زي المعلم بتاع القهوه، تعمل كوين للمكالمات التليفونيه. كوين اما حته؟ ايوه. لا حتة فكرة يعني فظيعة 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 والله. وعندك اتنين شاي وواحد كوكتيل كبير ليا من القهوة اللي جنبينا عشان شاي القهوة دي كارف. هلا يا رمزي. نعم دولا. ده ايه اللي أخرك في المشروع؟ اهدى يا دولا، اهدى يا دولا، معلش يا دولا، والله العظيم أنا قلبي عليك يا دولا، أنا مش عايزك يا عم لا تروح في الكازوزة. ما تجيبليش سيرة الكازوزة دي، كفاية غطياني الكازوزة والبيت اللي اتملى كازوزة. يا دولا، طب وهنعمل إيه في الهباب اللي إحنا فيه دلوقتي؟ اللي إحنا فيه إيه؟ أنت مالك أنت؟ أنا والله ما عارف أعمل إيه يا رمزي، أنا مش عارف أعمل إيه، في أكتر من إن أنا جبت قفل للتليفون وطفشوه. إيه ده؟ طفشوا القفل؟ ولسه ما رجعش لغايه دلوقتي يا دولا؟ لسه ما رجعش. انا غلطان، انا غلطان، انا بتكلم مع قفل زيك يا دولا. والله انا بهزر يا عم، والله اكيد رجع طبعا. هو اللي رجع يالا؟ ولا بص، انا مش ناقص غباوتك، مش ناقص غباوتك، مفيش بقى غير الحل اللي انا عملته، عملت لهم باسورد للتليفون. يا خبر ابيض، طب افرض دلوقتي بقى طفشوا الباسبورد ده زي ما طفشوا القفل قبل. باسبورد ايه اللي طف؟ ولا
اطلع بره يا اطلع بره. ايه دوله بقى، احنا في القهوه يا عم مش في البازار، كل شويه هتطردني. احنا في القهوه صح، هطلع انا بره. ماشي ماشي، اطلع بره اطلع بره. انت ايه بتبرطم ولا ايه؟ لا مبرطمش. بتبرطم؟ لا باسبورد. ماشي ماشي. تشيتا بيبي يا بيبي يا بيبي. اتشي اتشي، ايه ده عمري ما شفت ودن احلى من كده، بسبوسه كده بسبوسه. بقول لك يا بيبي، مش معقوله يا بيبي كده ما ترضاش تديني الباسورد بتاع التليفون، عشان كده انا اساسا مراتك حبيبتك نسنوستك فزوتك لما تحب تطمن عليك، لاني بقلق عليك وقلبي بياكلني جدا ابقى اعرف اكلمك. رانيا لو سمحت يا رانيا، ما تاخديش الاسلوب ده عشان تقنعيني ان انا اديك الباسورد ده، لان ممكن اضعف وانت عارفه ان ممكن اضعف، بس مش هديك الباسورد. يعني ايه يعني ايه؟ ده اقل حقوقي كامرأة ان اعمل اللي انا عايزاه. ايه ده، ايه ايه قلبة الشخصية المفاجأة دي بعد ما كنت مرة واحدة تقلبي ليه كده يا ماما؟ عادي، ده اقل حقوقي كامرأة ان انا اتكلم بالتليفون بحرية وطلاقة. طلاقة ايه؟ وانت هتتكلمي لغات في التليفون ولا ايه؟ بقول لك يا عادل انا عايزة باسورد. بص يا رانيا، مفيش باسورد ولا أي حاجة من دي. كل الناس اللي موجودين في البيت محدش فيهم هيتكلم في التليفون من غير الباسورد، وأنا نفسي مش هتكلم في التليفون خالص. السلام عليكم. دايم لوجه الله. يا جماعة أنا عايزكم في موضوع مهم جدا. وحدوه، أنتوا مش هنا ولا إيه؟ إيه ده يا عادل؟ إيه الفضيحة دي؟ فضيحة إيه يا ماما؟ الواد رمزي عشان لابس اللبس ده، ده لبس مساعد حانوتي، أنا اخترته من وسط كل المساعدين اللي عندي لأن الواد ده شاطر قوي يعني. الحمد لله، وإن شاء الله بأمر الله هبقى حانوتي قد الدنيا. يا سلام، وانت بقى فخور بالعمل الجديد ده مش كده؟ طبعا يا نقنو، ده انا هموت من الفرحة. المهم تموت يا رمزي، سيبك بقى من الفرحة دي، انا اللي هفرح لما ادفنك بايدي. يا ده يعني انت عاوز ايه دلوقتي يا حنوتي؟ انت عايزنا ان احنا نعمل لك حفرات على الارض؟ لا لا لا، من غير حفرات ولا حاجة، رمزي هو اللي هيتولى موضوع الحفر ده مش كده؟ هذا ولا يا رمزي؟ طبعا يا معلمي. امال ايه، انا عايزكم بقى في حاجة تانية خالص. انا عايزكم يا جماعة تساعدوني ان الاقي اول زبون ادفنه بقى ان شاء الله. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني عايز تاخد واحد مننا يعني تبدا بيه حياتك؟ لا لا، انتوا لسه، بس ان شاء الله على ايدي برضو، ما تقلقوش يعني. لكن انا بفكر في حاجه تانية خالص، انا بفكر ان انتوا تشوفوا حد من عيلتنا يكون خلاص قرب يخلص شحن، تقولوا لي عليه اروح ازوره، ادي يوم الكارت بتاعي، اول ما يموت يقولوا لي بقى عشان اروح ادفنه بقى. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش طبعا، انت عايز فضيحتنا تبقى بجلاجل يا دي الخيبه؟ يا ابني فكر في مراتك، تقول انا متجوزه حنوتي؟ فكر في اختك لحمك ودمك، لما حد يجي يطلبني عريس اقول له ايه؟ روح اطلب ايدي من اخويا الحنوتي. فكر في بنتك ياسمين، تقول ايه لزميلها في المدرسه؟ بابا حنوتي. مش احسن ما تقول لهم بابا مفلس؟ يا جماعه ارجوكوا لو سمحتوا، انتوا كعيلتي ساعدوني يا جماعه، ادوني اسماء بقيه العيله اللي قربوا يقطعوا شحن بعد اذنكم. يلا يا معلمي يلا، احنا باين علينا كده اهو، مفيش اكل عيش لينا هنا اهو. يلا ماشي، يلا بينا يا رمزي، يلا بينا. عموما انتوا الخسرانين، بعد كده هتتحايلوا عليا عشان تشتغلوا معايا وانا اللي هرفض. يلا وحدوه. دايما لوجه الله. يام ايه سونيا مالها؟ طب وديتها الحكيم ياما ولا لا؟ وجبت لها الدواء؟ ما تستخسريش فيها حاجه ياما، مش عايزه تاخد الدواء؟ لا لا انا مش قادر اصدق، مش قادر أصدق. انا جاي بنفسي ياما. لا جاي جاي لك يا سونيا يا اعزي الحبايب يا حبيبه. جاي سونيا مين دي يا رمزي؟ ام يا دولة، ماما سونيا دولة، انت ما تعرفهاش، ام في الرضاعة، الجاموسة اللي رضعتني. ودي ايه، جالها جنون البقر ولا ايه؟ يا دولة تفل من بقك يا عم. لا دولة هي عندها اكتتاب نفسي بس. اكتتاب نفسي ايه يا دي اهبل؟ الاكتتاب ده بيبقى في البورصة، اسمها عندها اكتناب نفسي، والاكتناب ده بتلاقي المريض بتاعه بيبقى ماشي على جنب كده. ايوه صح يا دولة، هي بالظبط كده هون، مكتنبة كده هون لوحدها في الزريبة، ومش راضية تتكلم مع حد، ومش راضية تخرج أو تتفسح مع أصحابها. يا دولة تتفسح مع أصحابها؟ فين ياض العادات والتقاليد بتاعت البلد؟ أصحاب إيه؟ تخلي أمك الجابوسة تمشي دي؟ لا 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 لا، ده إحنا بلدنا بنفخر إن البلد الوحيدة اللي رفضت إن البقر بتاعها يطلع على علب السمنة. يا دولة أصل أنت مش عارف يا دولة، سونيا دي عندها اكتناب نفسي بسببي أنا دولة، أنا اللي مزعلها يا دولة. اكيد طبعا، مفيش موبايلات بقى مقصر في الموبايلات مثلا، ما بتكلمهاش في الموبايلات ولا ايه؟ لا يا عم، انا عيد الاضحى اللي مات رحت بقى علشان انقذها من ايد الجزار المفتري دون من القرمه دي يعني، ومن ساعتها دول انا ما زرتهاش ولا شفتها. لا لا لا، ما انت برضه غلطان يا رمزي، فين يا ابني صله الرحم او صله اللحم مثلا؟ ما هي علشان كده يا حبه عيني يا دوله، خدت في نفسيتها كده وشالت كده وحطت
وماشي عماله تقول وسط البهايم في البلد كده وان انا ابن عق يا دولة، وهي حقها بصراحه دولة، وعماله تقول لهم ان انا ما استحقش ال 35 لتر لبن اللي انا رضعتهم منها. رضعت منها 35 لتر لبن؟ ده امك بخيله قوي. يالا دولة انا عاوز استاجزك في اجازه. خد اجازه. عايز اجازه مرضيه كده هون اسبوع واحد بس يا دولة، اربع ايام وهتلاقيني هنا هون قدامك. لا ما دام الاسبوع بتاعك اربع ايام اتكل على الله، بس هخصم منك الاسبوع كامل. طب وليه لازمتها بس الخصوم دي يا دولة؟ بص اذا كنت انا بقى يا عم هجيب لك البديل. البديل؟ اوعى تقول لي بقى حته وفتله وابره والعيال دي، انا ما بستوعبهمش يا دولة. هم اصلا ما يستنضفوش يجوا يشتغلوا هنا يا دولة، ده اقل واحد فيهم بياخد مرتب اكتر مني 10 مرات يا دولة. امال هجيب مين يعني؟ الاستاذ فهمي اخويا. الاستاذ استسته على طول فهم مين يا ابني؟ ده احمر منك يا دولة، ده كان مسافر بلاد بره علشان يكمل علامه يا دولة. تقول لي احمر منك يا ابني؟ يكمل علامه ايه؟ اكيد مسافر بلاد بره بيعملوا عليه ابحاث وتجارب ويشوفوا الغباء اللي عنده ده يستفيدوا منه. مثلا ممكن يعملوا عليه القنبله الغباويه اللي هيدمروا بيها القريه الذكيه. بص بقى يا دولة، هو ده اللي عندي بقى يا عم. الاستاذ فهم جاي ياخد اجازه، فكتر الف خير وهخليه يجي يشتغل هنا مكاني في البازار يا دولة، واروح انا بقى اشوف ماما سونيا يا دولة. لا وبعدين انا محتاج كل ملين في علاجها، احتمال كده هون ان شاء الله اسفرها خارج البلاد تتعالج. سفرها خارج البلاد؟ ايه هتوديها الفيوم على نفقة العمدة يعني؟ مش عارف يا دولة، مش عارف والله، قلبي موشوشني عليها. ايوه صح، سمعت قلبك وهو بيوشوشك. صح صح، اتكل على الله بره. طب وبالنسبه للاستاذ فهمي؟ اتكل يا ده على بره. ايوه الاستاذ فهمي بره يالا، هيشتغل مكانه. يلا يلا يا دي يا بدوي. نعمل يا استاذ رمزي. خد الكوكتيل ده وهات لي كوكتيل تاني. ولا كوكتيل تاني ايه؟ احنا اساسا متفقين هنيجي نشرب اتنين شاي، انت شربت كوكتيل، انا متفق ان هشربك شاي وهدفع لك ثمنه. خلاص يا دولة انا هطلب يا عم شاي بس بعد الكوكتيل، والنبي دول انا بحبه. ماشي اطلب اللي انت عايزه، شوف مين بقى اللي هيدفع لك. ما انت كل مره بتدفع بقى كده كده يا معلم. ميكروباص تبعت لي الطلبيه مقروص منها 10 وقيات من المخدرات. ايه دي دواقتي؟ كنت بدوق الصنف. الا بتدوق ولا بتحف ولا بتخنصر؟ يعني ايه؟ انت بتشكك في ذمتها يا معلم؟ بصراحة ثوابك دل عليك، ده اخر مرة عملتها مع امبراطور البانجو المعلم جاكسون كاراتيلا. ولو جاكسون كاراتيلا ده اخو نيلسون مانديلا؟ يمكن ولود عم يا دولة زينا كده. يا ابني احنا مفيش حد زينا يالا. دولة التجار دول التجار ايه دولة؟ انا حاسس ان شكلهم مريب كده، يمكن تجار انابيب فاضية. انابيب فاضية؟ ليه بيملوها كوكتيل؟ اسكت. اخر الكلام، مدام قطمت عليا من البضاعه انا مضطر اقطم عليك من الفلوس يا كروديا. يبقى انت كده بتقول يا شر الشطار، المعلم ميكروباص ما ينقص من حقه جنيه واحد. على كده بقى انا هخلي الدم للركب. وريني فاهم يا مترو، قصدي يا توك توك. تعالى تعالى يا راجل، اخر مره عملتها مع جاكسون قتلك اتنين من رجالتك وانت مستخفي مستخفي بطرحه حرمه. يا نهار اسود، انا بجد قوي بقى. يلا بينا يا حيوان. حلو قوي يا دولة، انا قلبي حاسس ان هم هيدبوا في بعض نار دلوقتي. قلبك ده يا رب يقف عشان يبطل يحس تاني. يلا يا دولة فرصه، يا دولة هيضربوا بعض دلوقتي وهتبقى زحمه يا عم، وبعدين نقوم نافدين بجلدنا ما ندفعش حق الكوكتيل. انا هطلب اربعه تاني. اسكت اسكت كده، هندب ببعض يا ميكرو ونفرج علينا اللي يسوى وما يسواش. يلا بينا يلا بينا لينا وكر نتكلم فيه. محدش هيمشي من هنا لما اخد حقي. طلع الفلوس يا خيال. كده طلعوا السلاح يا رجالة. حلو يا دولة حلو. ولعت ولعت. يا نهار ابيض. بس بقى بس، يلا بينا نكمل عركتنا عند مسلقان عبير العامية. يلا بينا. الحمد لله البوليس وصل في الوقت المناسب. الحمد لله. اثبت مكانك، المكان كله محاصر. اي حركه هضرب في الكوبايات. حضرتك الكوبايات ما عملتش اي حاجه، انا قاعد من الصبح يعني وشاهد. اخيرا وقعتم في ايدي. اقبض على العصابه. ده عصابه ايه حضرتك؟ العصابه لسه خارجه وقال لهم يلا على مزلقان عبير. اخلص يلا اقبض عليهم. حضرتك احنا ما عملنا. انت فرحان؟ فرحان. مش هندفع حق الكوكتيل يا دول؟ يخرب ده، ما حدش يعرفنا. اقعد اقعد. ده انا ما عرفتكش يا دولة. الشاي يا ولد.
واحد كوكتيل ياد يا بدوي. الله الله الله، انت عرفنا بلدينا، شفتنا قبل كده يا ابوي؟ ده انت صيتك واصل عندينا لحد بحري. قبلي ما توديناش في دهية. وعدك بقى عشان تجي مع واحد كوكتيل لذئاب الجبل. قالوا علينا ديابة واحنا ناس غلابة، يا ابن واطي خمري حكيتنا عرب وطاطا. يا عزيز اقعد. وبعدين ايه الكوكتيل اللي انت طالبه؟ في صعيده بيشربوا كوكتيل. ايوه يا دولا، دلوقتي الصعيده اتمدنوا يا دولا وبيشربوا كل حاجه يا دولا. يا عم دول شايلين موبايلات دلوقتي. يعني احنا نخلص من البوليس هتوقعنا مع الصعيده؟ الصعيده دول اجدع ناس يا. ايوه دولا، ما انا منيهم. منيهم؟ يا عيني يا صعيده. لو سمحت امرنا يا باشا. سيفو بلي، واحد شاي فتله مع نقطه لبن بارده. وانا عاوز واحد كابتشينو رغاوي. وعندك واحد شاي فتله مع واحد كابتشينو البهوات. خدت بالك بهوات؟ ده انت على ايدي بقيت ميكروباص يا عي معفن. ايه بقى؟ بس البدله التنكريه الجديده دي ليها هبه برضه، وعمر الحكومه ما هتشك اننا نقعد في نفس المكان اللي هربنا منه. خير شفت يالا يا رمزي؟ ولا رمزي. ايوه يا دولا. يالا عادي عادي، هم دول يالا خيال وميكروباص. ايوه يا دولا، هم وميكروباص ندف يا دولا، باين عليه خدوا الشندوكو. نقفش يا غبي، نقفش. احنا الاول هنستدرجهم في الكلام. اصبر اصبر. وبعدين يا خيال، السوق نايم والبوليس صاحي وكده، البضاعه هترنخ عندنا. ايه وبعدين يا معلم دحش؟ لا طب وليه الغلط بقى دولا كده بقى؟ غبي يا غبي، ده اسمك اسمك. وبعدين يا معلم دحش، هنعاود على الصعيد تاني من غير ما يكون معانا ولا حته مخدرات قدك ده. الشباب هناك بيتمرمخ في الارض. اه قلبي معاك يا معلم بغ. مش معنى تقصيري جحش. ماشي ماشي، اما ناخد بس براءه هفرجك. الشباب عندنا في الصعيد عم بيطحن الجوالح ويشمها. سمع اللي انا سامعه يا خيال؟ طبعا ولا في الخيال، زبونين غش مسق ومش هيعرفوا ان البضاعه خنتاريش وكبس طرابيش. مرحبا يا بلدينا. اهلا اهلا يا بوي، تفضل اقعدوا. منين في جبلي؟ اي حتة في جبلي انا فيها، انا والدازمة دي. ابو زيد كيف؟ الكيف خرمانين يا بوي، خرمانين، مفيش ولا حتى وجيت حشيش. تقدر تحمل كام يا ولدي؟ احمل قد ما تقدر تتديني، الدحش مودود هيشيل على طول. الله يخليك يا معلم بغي. بحري ولا بري؟ ولو كان بحري لازم تلبسه مايوهات. عموما الدحش ده عارف طريق المطرح، كل يوم رايح داي عليه. هاتوا البضاعة بكرة في نفس المكان والساعة 5 بالضبط، هتلاقيني أنا والدحش ده مستنيين. تمام يا معلم، تمام، اتفقنا. اتفقنا. قالوا علينا غلابة وإحنا يا ناس ذئابة، يا مغنواتي غني. دولا يا دولا، ده رابع كوبايه يا دولا. ايه ده، انا اول مره اشوفك بتشرب كوكتيل كده بالاشكال دي. ايه ده؟ ما هو ده يالا المشروب الرسمي للاغبياء امثالك. يعني المشروب الرسمي يعني زي الراعي الرسمي كده. مش عارف اقول لك يا رمزي، ما انت عصك مش هتفهم. يعني عموما يعني مش قادر اقول لك يا غبي، لان ما ينفعش اقول لك. يعني لا تعايرني ولا عايرك، الغباء طايلني وطايلك. دولا انت بتكلم نفسك بصوت عالي؟ فاكرني مش سامعك يا دولا؟ ها انا كلمت نفسي. حته لحته. ايوه نعم الباشا. باشا الحساب بقى حته عشان نمشي بقى. حسابك يا استاذ عادل، ادي 1+2 في 34 على 2 75، كل باشا 75 جنيه. 75 جنيه؟ ليه 75؟ اتفضل الورقه اهي واحسبها وريني كده. 1 في 2 1 في 2 ب
واحد في اتنين بقى واحد في ايه ده انا نسيت جدول الضرب. ضرب يا استاذ عادل ده جامع مش ضرب. جامع جامع يعني وخمسة يبقى 85 جنيه يعني ماشي. لا لا يا باشا 75 جنيه انا بعرف احسب كويس. تمام 75 جنيه انا اصلي كنت بختبرك يعني على اساس بشوفك يعني حرامي ولا ايه. 75 جنيه اهو. ايه ده ايه ده ايه ده دولا 75 ايه يا عم احنا ادي حته شاربين كام كوكتيل مش خمسة كوكتيل انا واحد ودولا اربعة والكوكتيل بكام يا عم مش بتلاتة جنيه يعني تلاتة في الخمسة بخمستاشر جنيه بس يا دولا مش 75 يا عم. صح يا رمز معلش يا عادل يبقى حسابكو داخل على زبون تاني معلش بقى هجيب حسابكو حالا اهو. ولا يا رمز انت عرفت الحساب ده كله على بعضه مره واحده كده ازاي يعني؟ هو انت بتروح للدكتور ولا ايه؟ ايه دول انت فاكرني غبي؟ قصدك ايه مين اللي كل اللي عملته في حياتي يضيع في شحنه موبايل؟ يا دولا معلش ما انا قلت لك يا دولا غير رقم تليفونك وانت اللي ما سمعتش كلامي. غير رقم تليفوني يا نهار اسوح يا ابني يا ريتك كنت موجود ساعه الغساله ما ضربت كانت شفطت مخك غسلته ورجعته لنا مثلا شبه نظيف ولا حاجه. يا ريت يا دولا يا ريت معلش يا حبيبي معلش يا دولا وبعدين ما دقت الا لما وسعت يا دولا. بص وسع من قدامي عشان عايز اشم هوا كفايه الاجهزه اللي ضاعت عندي ده كل حاجه ضربت في بعض. يا دولا ابعد عني خالص. استاذ عادل ما تعترضش على اراده ربنا الله جاب الله خد الله عليه العوض. الله خد رمزي يعني معروفة طبعا. هعمل ايه هعمل ايه طيب يعني وبعدين يعني اتصرف ازاي في حاجة زي كده ده بقول لك كل الاجهزة اللي عندي ضربت ما عنديش ولا جهاز واحد سليم هعمل ايه معيش فلوس. مشكلتك يا استاذ عادل ان انت بتتعامل معايا انا على ان انا قهوجي بنزل قهوة وشاي بس. لا ما انت بتنزل ينسون وبتنزل كوكتيل حد قال لك حاجة. مش قصدي يا باشا انا قصدي ان انا احب اريح الزبون وياما ياما بعون الله حليت مشاكل وعالجت زباين كتير قوي. يا دي حتة انت لاقي تاكل اصلا علشان تسلفه فلوس يعني. يا ابني وهو يجيب اجهزة ليه اصلا؟ امال اعمل ايه يعني يا فكيك؟ انا اقول لك يا باشا بدل التلاجة قلتين واخد بالك بدل الغسالة تشطير بدل البوتاجاز وابوريه بدل التلفزيون اعمل ايه حلها دي؟ مش عارف يا باشا عقز عقل عن التفكير في دي. دول انا عارف على فكرة انا عارف. قول يا خاربها. بدل التلفزيون تلفزيونين. على اساس من كل حاجة اتنين هو قال كده فانت ولا اي زيطة جاي فيها مش عايز اسمع صوتك خالص. وبعدين حتى لو انا نويت اجيب الحاجات دي اجيبها منين ما حدش بيبيع الحاجات دي خلاص. يا باشا طلبك موجود عيب ده انا حتة برضو المعلم ميمون الرجعي. وده تليفون اهو وعنوانه كمان. ميمون الرجعي مفيش ميمونيت. يا لكتير الله يندوب اقلتي قولة عربي يا ابو لا 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 لا
عارف اجيب الفلوس بتاعت الباص بتاعت ياسمين دي منين. هيا رن. هيا رن. مالك يا رن؟ ايه في حد حصل له حاجه؟ ياسمين بنتي؟ امتى الكلام ده حصل؟ وانت كنت فين يا هانم؟ طبعا عند الكوافير، ده اعز ما املك يا رانيا. يا رانيا دي هي دي اللي فاضله لي في الدنيا يا رانيا. هبلغ البوليس طبعا. هعمل ايه يعني؟ ايه ما بلغش البوليس؟ الله الله الله، هو مش عارف هو عمل ايه. دي بنت انا وانا هسكت؟ ماشي يا رانا، انا هتصرف. سلام 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 سلام. في ايه يا دوله؟ مالك ياسمين؟ ياسمين مين يا دوله؟ ياسمين بنتي يا رمزي. مالها يا دوله؟ ياسمين اتخطفت يا راجل. خضتني يا راجل. ايه اللي مضايقك يعني يا دول؟ خرب بيتك انت، جنس ملتك ايه؟ انت غبيات ما بتحسش. انا ما بتحسش. طب وليه بقى تشتم دلوقتي بقى دوله؟ ياد بقول لك بنت اتخطفت ياد، وانت مش حاسس؟ انا بقول لك ايه. ايوه انا قصدي يعني دوله ممكن تلاقي اللي خطفها دون ان شاء الله يعني هيكون ايه بيفسحها ولا حاجه، واشتري لها شوكولاته وجايه دوله. جاي ايه بس بالبساطه دي؟ ايوه يا دوله طبعا بالبساطه دي. هو ما يعرفش هي بنت مين وممكن انت تسوي فيه ايه وتعمل فيه ايه؟ سيبك سيبك من دي يا عم. هو ما يعرفش ان انا شغال مع عادل سعيد، ها؟ وممكن اعمل فيه ايه؟ ممكن تعمل ايه يعني؟ هو انا لسه ما فكرتش اعمل فيه ايه يا دوله، بس مش المهم دلوقتي. انا دوله المهم بنتك ياسمين. ياسمين اتخطفت يا دوله. طب انت لسه حاسس دلوقتي ان هي اتخطفت؟ طب انا بقول ايه من الصبح؟ يلا هو انت لما كان حد بيضربك على قفاك في المدرسه كنت بتحس بيها لما بتروح البيت؟ تصدق يا دوله وانا ببقى قاعد لوحدي في الاوضه وبحس ان القلم مطرقع كده، وانا اقول مين اللي ضربني وانا قاعد لوحدي كده؟ مش المهم دلوقتي يا دوله. انا مش مهم انا احس يا دوله، المهم بنتك ياسمين. رد على التليفون، رد على التليفون. انا مفيش دماغ دلوقتي ارد على اي حد. رد يعني قول انا مش موجود. اقوله مش موجود يعني؟ استنى دول. الو؟ ايوه. لا عادل مش موجود. لا مش، لا يا سيدي ماشي يا عم مش هنا. حاضر يا سيدي حاضر. يلا بقى مع السلامه بقى، احنا ناقصين هزار. مين يلا يا رمزي؟ انا بتهزر يا عم؟ بيقول لي انا اللي خطفت بنت عادل سعيد. وتقفل السكه يا غبي. ما هو ده اللي انا مستنيه يا اهبل. ما هو ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايز اعرف خطفها ازاي. يا دوله دلوقتي هو اي حد يتصل بينا ويقول هو اللي خطف ياسمين نقوم مصدقينه من غير ما نفكر يا دوله؟ اه وانت بتاع التفكير اهو. هو 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 هو. طب دلوقتي هتقول له انت مش موجود ليه؟ الو الو. ايوه انت مين؟ ها شنقيط؟ انت اللي بتخطف العيال الصغيره؟ طب استهبل يا شنقيط، تخطف ياسمين بنتي؟ انت مش عارف دي بنت مين؟ بنت عادل سعيد يا ده شنقيط يا. وخلي اللعبه مع الكبار. بقول لك ايه؟ الو الو. ايه يا دوله؟ قفل السكه الحيوان. يا دوله ما انت اللي زعقت له قوي يا دوله. ما اعمل له اهو اهو. بيطلب تاني بيطلب تاني. زعق له. الو. ايوه ياسمين. ايه يا حبيبتي؟ انت فين؟ انت فين؟ مش عارفه انت فين؟ طب ياسمين حد بيضايقك؟ بيعذبوكي وبيشدوا شعرك؟ ما تخافيش يا ياسمين باباكي. الو الو الو. ايه يا دوله؟ ياسمين مالها؟ قفلت هي كمان. طب ودلوقتي هتعمل ايه يا دوله؟ مش عارف يا رمزي اعمل ايه. ادفع الفلوس ولا بلغ البوليس؟ لا يا دوله ما تبلغش البوليس يا دوله، اصل العصابه تاذيها تاني يا دوله. بقى ادفع وخلاص. ادفع وخلاص. ادفع وخلاص طبعا، انت مش خسران حاجه. ادفع وخلاص. طب يا دوله دلوقتي الفلوس اهم من ياسمين ولا ياسمين اهم يا دوله؟ ياسمين اهم طبعا، بس انا ما احبش حد يلوي ذراعي. انا عادل سعيد ما يتلويش ذراعي ابدا، ويطلب مني فديه لبنتي. طلبوا كام يا دوله؟ بيضغط عليا بيعجزني، طالب مني 2400 جنيه. كلب كلب. انت قيمتك اكتر من كده بكتير يا دوله. انت المفروض يطلب مثلا 800 جنيه 950 جنيه. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دول ايه ده؟ ايه اللي انت بتخبيه ورا ظهرك ده يا رمزي؟ لا مفيش حاجه يا دوله والله مفيش حاجه. مفيش حاجه ايه؟ ما انا شفت يلا اللي في ايدك التانيه. لا دي مفيش اهو. يلا الجواب اللي في ايدك ده جواب ايه ده يا؟ ما تحرجنيش بقى دوله بقى. يلا بتبعت جوابات غربيه يا ده رمزي؟ لا يا دوله استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني هو فيها ايه يعني؟ هو غلط ان انت تحب يعني؟ جواب ايه ده؟ لا يا دوله هو غلط لو انا يعني حبيته ما قلتلكش، انت اول واحد تعرف يا دوله. امال ايه يعني الجواب اللي في ايدك ده يا دوله؟ يعني الجواب ده يا سيدي بتاع اللي هو المسابقات بتوع اليومين دولت كده، فانا بحل وببعت يعني. مسابقات؟ بتبعت لمسابقات يا ده رمزي؟ ده من زمان قوي قوي يا دوله، ده من ايام بمبم. ومن ايامها بقى ما كسبتش لغايه دلوقتي؟ تخيل يا دوله مش عارف انا ايه الانتهاض اللي بينتهضوا لي ده اهو. طيب ومين اللي بيحل لك بقى المسابقات دي يا رمزي؟
طبعا انا عدولة. ما بتستعينش باي حد يعني خالص، وعشان كده ولا مره كسبت. طب ونفسك يعني تكسب كام يعني يا رمزي؟ مليون جنيه. مليون جنيه؟ طب ولو كسبت المليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ شوف بقى يا سيدي، اول حاجه هعملها ان شاء الله هقوم شاري بازار زي البازار بتاعك ده بالظبط. بازار زي البازار بتاعي، وايه كمان؟ واشتري كمان يا دولة بيت زي البيت بتاعك بالظبط، عشان بقى بطل نوم البازار ده اهو. وكمان بيت زي بيتي. وايه كمان؟ وعربيه، عربيه تكون شبه عربيتك وزي عربيتك دي بالظبط بالظبط يا دولة. ومش عايز بقى ام زي امي ولا حما زي حماتي بالظبط برضو؟ لا يا دولة، هي المليون جنيه يعني هتكفي ايه ولا ايه ولا ايه يا عم؟ رمزي روح على المخزن نظفها. رمزي شوف شغلك يا ابني. ليه دول ما شوف شغلك يا رمزي. حاضر يا دول. الشاي بتاعك اهو يا دول. دول هو الكتيب ده بيحكي عن ايه؟ ده راجل المستحيل ده؟ انت اللي راجل المستحيل، لان مستحيل حد يصدق ان حيوان زيك لسه ما انقرضش لغايه دلوقتي. طيب يا دول يا عم، ده انت تبوس ايدك وش وظهر علشان انك عطرت فيا. انا يا ابني مش عطرت فيك، انا اتكعبلت فيه. يا دولة يا دولة، ما قلتليش الكتاب ده بيرغي في ايه يا دولة؟ ما تمدش ايدك على الكتاب، ولا ما تمدش ايدك على الكتاب. الكتاب ده يا سيدي بيرغي في الرومانسية. طب وده اسمه كلام يا دولة؟ طب ما تتعلم يا عم حاجة تانية تنفعك احسن يا دولة، يعني تعلم كيف تركب الخيل، كيف تركب الحمير، كيف تركب الجواميس. انت عايزنا اتعلم اي حاجه تتركب؟ يعني عايز تشغل انت قرايبك وخلاص؟ ايوه يا دوله. بص افهمني، خد من ابو الرماميز يا عم. الرومانسيه دي يا دوله في الراس مش في الكراس. يعني ما يعني مثلا عندك عنتظه بن شمام. مين؟ عنتظه بن شمام. عنتظه بن شمام؟ لا ده معروف قوي. مال؟ ايوه يا دوله، ده ولا كان بيعرف يقرا ولا بيكتب، وبالرغم من ده كله بلا في عقل العبله. العبله عنتظه بن شمام؟ انا قاعد بتكلم معاك ليه بقى؟ بس يا رمزي، بس يا رمزي اسكت لو سمحت. يا دولة ما انت مش فاهمني يا دولة بقى، انت ايه يا عم اللي يرميك على الكتب الاباحية ديا؟ الرومانسية يا سيدي، نمت على الكنبة، لازم اتعلم الرومانسية وانا اساسا مش مقتنع بيها. طيب هقول لك يا دولة، انت قلد الافلام الغرمانية يا عم، يعني مثلا عندك فيلم الوسادة البالية. الوسادة الايه؟ البالية. انا افتكرتك قلتها غلط. ماله ده؟ لا سيبك من ده يا عم. بص يعني مثلا ايه فيلم حبيبي نائما. ايه يا ابني الوسادة البالية وحبيبي نائما؟ يخرب بيتك يخرب إيه؟ انت على طول الحب بالنسبة لك كسل ونوم. بس يا رمزي، بس يا رمزي، انا عارف كويس قوي انا الحالة يا دولة، الحالة يا دولة، أمي بعتت لي التليفاكس يا دولة. طب والتليفاكس ده اتكسر منك يعني وأنت جاي في السكة عشان كده بتعيط؟ لا يا دولة أنا بعيط بسبب التليفاكس يعني. وقف لك في زورك يا اشرب شوية مية. يا دولة أنا مهما شربت صغير، أنا مهما عليك مش فوق. مهما يا رمزة هتتغير مش هنسى إن أنا مخنوق. اللي تغير قلبك أنت، أصلك واخد عن نسيان. طب مخصوم لك 6 أيام. ليه دولة؟ نفس الوزن عن نسيان 6 أيام، وعارف كمان مخصوم لك 10 أيام. لا على فكرة بقى دي أنا دولة بقى مش على نفس الوزن بقى، علشان كده كسرت القفلة. القفلة؟ ده على أساس إنها قصيدة كهربائية يعني أي كلام بتقوله. طب بتعيط ليه دلوقتي؟ بتعيط ليه؟ أمي اللي في مقام والدتي يا دولة، وطول عمري بجاملها وأقول لها ياما. يا سلام، يعني هي كانت الأول مرات عمك ومع الأقدمية بقت أمك يعني ولا إيه؟ لا يا دولة، هي أمي من زمان قوي، بس هتتجوز يا دولة، هتتجوز وتسيبني يا دولة، هتسيبني يا دولة. طب سيبني أنا، سيبني بقوله. طب وإيه المشكلة يعني ما تتجوز وتسيبك؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ هو أساسا كانت عايشة معاك؟ لا يا دولة، هي صورتها ما بتفرقش خيالي يا دولة، ما بتفرقش ذهنيتي. أنا مش فاهم، يعني أنت زعلان دلوقتي عشان هي هتتجوز؟ لا يا دولة، أنا زعلان عشان هي هتبيع البهيمة سونيا. البهيمة سونيا؟ يعني أمك اسمها رمزية والبهيمة بتاعتكوا اسمها سونيا، ده إيه التفرقة دي؟ يا دولة البهيمة سونيا دي هي اللي رضعتني وهي اللي ربتني وكانت دايماً بتحميني بلسانها. الجاموسة بتحميك بلسانها؟ ده إيه النظافة اللي أنت فيها دي؟ وبعدين هي اللي رضعتك؟ طب دي حاجة كويسة أوي. على كده بقى أنت ليك إخوات في الرضاعة يا رمزي؟ يا دولة أنا كل البهايم اللي في البلد إخواتي في الرضاعة. بس على كده هتبقى مشكلة كبيرة أوي إنك مش هتعرف تتجوز أي حد من البلد، كلهم إخواتك في الرضاعة. أقول لك بص، ممكن تتجوز من أي بلد تاني أو سوق التلات، يالا مليان بهايم كده. يا دولة وأنا عندي دماغ بقى أقعد أفكر في الجواز والكلام ده.
الدنيا تلاقي. والله صراحة يعني يا رمزي أنا عمري ما هلاقي زيك يعني. وامك هتتجوز مين بقى؟ أبو سونيا؟ لا يا دولة، أبو سونيا الله يرحمه من زمان وقع في الساقية. أمي هتتجوز الواد جليطة. طب وأنت زعلان إنها تتجوز؟ ما سيبها يا عم تتجوز. سيبها تتجوز وتفرح بشبابها أو تفرح بشبتها. طب يا دولة أنا دلوقتي أعمل إيه طيب؟ تعمل إيه؟ بص يا سيدي روح هات لنا بقى 2 كشري. حاضر. دول يا حبيبي، بقول لك ايه، دول يا ابن عمي يا حبيبي، انا دلوقتي عايز يعني اجيب البهيمه سونيا، اقوم فرش لها هنا هون في المخزن وتقعد بقى هنا هون كده علشان ارجع انام في حضنها تاني واشعر بالحنان من تاني يا دولة. عارف يا ده رمزي، لو جبت الجاموسه دي بس من قدام باب البازار عارف هعمل ايه؟ مش هتقدر تمد ايدك عليها طول ما انا عايش يا عادل يا سعيد. تعلي صوتك عليا يا ده، انا اقتلك يالا. ولا احترم نفسك، ده انا ممكن ابلغ بتوع الكلاب يجوا يضربوها بالنار. لا يا دول الاول، لا يا دول. يلا خلاص انا كنت بهزر. يلا يا رمزي يا دول، يا دول يلا بتوع الكلاب مالهم ومالك يا عميس. يلا يا دول ولا يا دول، يلا بهزر. ولا يا دول. طيب دولة، انت معد مروحك دلوقتي يعني، مش عايز اي حاجة مني قبل ما انت تمشي بالسلامة؟ كنت عايزك بس تجيب لي يا رمزي علبة كشري بجنيه ونص، وتجيب لي نفسك علبة كمان بجنيه ونص، وتجيب لي سونيا الجاموسة علبة بـ3 جنيه. ايه ده ليه يا دولة؟ ما تاكل زينا. بس برضو يعني يا رمزي انا بجد ابتديت احبها خلاص، يعني مش عارف اعيش من غيرها، لدرجة ان انا بفكر بقى اديها الفرشة بتاعتك كمان، وكمان بقى ايه اديها ضعف المرتب بتاعك. ايه ده ليه يعني يا دولة ده كله؟ يعني ليه هي بتعمل ايه يعني غير ان هي بتقعد تنعر وتاكل وخلاص؟ بتنعر؟ لا 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 لا، اوعى تقول عليها كده. لا عيب يا رمزي، دي بركتنا يا ابني. لا يا دولة بركتنا يا عم. لا بقول لك ايه، ده انا هنا هون شقيان طول عمري والسنين اللي فاتت دي كلها لغايه لما وقفت البازار على ايده. وقفت البازار على ايده على اساس كنت هتدخله السيرك ولا ايه؟ بص يا دولة من الاخر كده هون، ما تجيش يعني حته الجاموسه وتاخد فلوس اكتر مني. يا رمزي ده انت غيران بقى. لا يا دولة ما مش غيران ولا حاجه، بس يعني ما يعني هتاكل عرقي كده هون على الجاي زيها. لا لا بس برضو يعني يا رمزي الجاموسه دي في مقام امك، ده هي اللي رضعتك وهي اللي حمتك بلساها. لا بص يا عم، هي بقى راحت اشتكت لي اول امبارح على فكره، وقالت لي بص يا رمزي انا المكان ده مش مريحني خالص، فانا بقى شفت لها مكان تاني اريح. يا دولة سلام. براحتك يا رمزي براحتك. يا نهار اسود، الجاموسة فين؟ ده الواد رمزي ممكن يروح فيها، تكون خرجت من البازار. السلام عليكم، ازيك يا دولة؟ اهلا يا رمزي. ايه فين؟ بقول لك يا دولة في لحمة جاية لي كمان شوية يعني، فأنا عايزك بقى تاخدها كده وأنت تعمل لنا عليها شندوتشين حلوين كده، بس بقول لك إيه، مش مراتك اللي تطبخ ها، علشان يعني أكلها وحش قوي. اللحمه جايه لي في السكه. رمزي انت وديت الجاموسه فين يا رمزي؟ الحمد لله يا دولة ربنا قدرني يعني وردت لها الجميل. انا وديتها بقى للمعلم سطور الجزار، وهو قال لي بقى انا عندي دار مسنين للبهايم. عنده دار مسنين للبهايم؟ ده اللي هو الجزار اللي هو المعلم سطور دار مسنين، مش فاهم. هو قال لي كده دولة، وقال لي كمان تعالى يا رمزي بعد شويه كده هون عشان تاخد نصيبك بقى في ثانيه. قال لك بقى في ثانية ولا نصيبك في سونيا؟ لا يا دولة في ثانية يا دولة، أصل أنت مش فاهم، دار المسنين دي يعني مش بتدفع يعني الواحد بالفلوس، لا دي بتدفع بقى باللحمة، ليه أنا بقى والغلابة كلهم. دار المسنين بتدفع لكم لحمة مش بتدفع فلوس، وأنت وديت الجاموسة عشان يلا أنا كده كده مستفيد يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا معلم سطور حبيبي. إزيك يا معلم رمزي؟ خد بقى يا سيدي ده نصيبك من اللحمة. دي بقى الراس، مفيش حد رد ياخدها، وبعدين تقطيعها صعب قوي. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك. راس سونيا، راس سونيا، قتلتها قتلتها يا مجرم، قتلتها يا مجرم، مش هسيبك الا في اسم البوليس. قتلت ايه؟ انا دبحتها، وبعدين ما احنا قلنا لك بسن السكين. سن السكين؟ ايه ده؟ دول انا سمعتها دار مسنين. خرب بيتك، دار مسنين ايه يالا؟ في جاموسه بيودوها دار مسنين. معلش يا معلم سطور احنا اسفين جدا ومتشكرين جدا، ورمزي ابعتهولك على طول. ها تحت امرك يا باشا. سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. زفت. يالا رمزي
سامحيني يا امه، سامحيني يا امه، ما كانش قصدي والله. يلا رمز خلاص يلا بقى، وبعدين امسك نفسك، يعني ما ده مصير كل البهايم يعني، ما يجراش حاجه. لا قطعت فيا هدولة والله، وهي اتقطعت برضو، ما يجراش حاجه، سيبها بقى. ده كانت لسه الصبح معايا. ايوه حمرها. معلش معلش ما تزعلش، ما تزعلش، ما قالتلكش حاجه قبل ما تتذبح يعني على طول الله يرحمها؟ لا هدولة هي قالت ومشيت على طول. هدولة اخر كلمه قالتها كده؟ اه دولة حبيبتي. طب دي كان معناها ايه؟ يعني هي قالت لي مع السلامه، كان قلبها حاسس، كان قلبها قلب الام، قلب الام. يلا وكانت صاحيه وبتلعب، يلا مش اشكال. يا ربي بقى، ربنا يطرح لنا البركه في راسها بقى. اه ربيها، خد راسها ربيها. ماشي يا دولة. بقول لك يا دولة، احنا ينفع بقى نعمل عليها بقى سندوتشين شاورما كده هون؟ سندوتشين ايه يلا؟ ده احنا عندنا لحمه كتير، ده احنا هنعمل محل شاورما يلا. المهم ان احنا خلصنا منها الحمد لله. وينفع نعمل شاورما فراخ منها؟ من الجاموسة؟ اه طبعا، ما غبيه زيك اكيد فاكره نفسها فرخ. انت ايه يا عم، انت هتفضل قاعد كده هو يا دولة؟ انت فكرني ايه يا عم، تمثال ابو الرعد؟ رعد؟ انت مش رعد بس يا رمزي، انت دلوقتي بقيت رعد وبقيت برق، انت بالظبط يا ابني كانك بير كهربا وضرب عندي نوف البازار. دولة انا عطشان، دولة عطشان، ميه ميه. لا ولا 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 ولا، انت اتجننت يالا؟ ميه اللي تشربها وانت معاك كميه الكهربا دي كلها، انت عايز تضرب يالا؟ لا ما ينفعش تشربها خالص. الو، ايوه ايوه حضرتك، انا عادل سعيد وكيل رمزي رجل الكهرباء. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك من قناه فضائيه يعني؟ لا معلش احنا ما بنعملش حوارات خالص. ماشي ممكن نعمل حوار بس بنطلب مبلغ كبير، يعني مش هنطلب اقل من 30,000 جنيه. موافق؟ طب حضرتك هتبعت لي 15,000 جنيه عربون على القهوه وتبعت لي معاه العقد بالمر. ماشي ماشي، مع السلامة مع السلامة. يا دولة على طيبتك يا دولة، يا دولة دي كانت فرصتنا في ايدينا يا دولة، نلوي دراعه. كنت تطلب بدل ال 30,000 دولت 5,000. اكتر من بص يا رمزي، انا هديك ال 5,000 كلهم يا عم، ماشي؟ عشان انت بقى ايه تتولى صيانتك بنفسك. ربنا يخليك يا دولة. بقول لك يا دولة، خلي انت يا عم الحاجات دي معاك علشان بقى في الصيانه والامانات دي، علشان انا مش اسكت، مش انا امبارح الكابل الارضي بتاعي ضرب فقام وقف لي بقى الجنب اليمين ده كله. اللي انت بتشاور عليه ده جنب الشبال يا اهبل يا اهبل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت في حاجه فصلتها من عندك ولا ايه؟ انا شلت المشوك اللي في المراخير. خلاص حطه في الودن، حطه في الودن وقرب يشحن. ماشي يا دولة، شكرا دولة. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. حضرتك الاستاذ عادل وكيل رمزي رجل الكهرباء؟ اه انا عادل وكيل رمزي. حضرتك من انه قناه مال؟ قناه ايه يا فندم؟ معاك سامي شقلباص وكيل اكبر سيرك متجول في جمصه. وكيل السيرك؟ طب وحضرتك جاي تشقلب هنا ولا ايه؟ لا يا فندم، اتشقلب ايه، ده انا لسه حتى مخلص نمره القرد قبل ما اجي هنا على طول. وحضرتك ما دام يعني مش جاي تشقلب ولسه مخلص القرد، عايزين رمزي في ايه يجي مكان القرد؟ لا 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 رمزي بقى لا، احنا عايزينه في نمره ثانيه خالص. حضرتك الاستاذ رمزي يعتبر ثروه قوميه، ما ينفعش يشتغل في السيرك اساسا. ليه يا عم بقى ليه دول؟ بص انا عايز يا عم اعمل نمره مروج الاسود. الاسود يا كلوك يا هبل، انت عمرك شفت اسد؟ لا يا ادم، انت بتشوفه كل يوم يا هبل. ماشي اغلط اغلط فيه، خليه يشيل لك 3-4 حلقات. يا سلام يا سلام استاذ عادل، احنا عايزين الاستاذ رمزي يطلع على خشبه المسرح قدام الجمهور وهو لابس مايو احمر. هاي هتبقى رقصه بالكهرباء على رمزي. الله يا دولة الله يا دولة. رقصه ايه يا استاذ عادل؟ احنا هنقدم بيه نمره جديده خالص اسمها تكنولوجيا السيرك. الاستاذ رمزي هيطلع على خشبه المسرح ونحط على راسه وعلى رجله وعلى كتفه مجموعه كبيره من اللمبات، ويقعد على المسرح ويقول على كتفها ينور، على رجلها ينور، على صدرها ينور، هلي هب هلي هب. التكنولوجيا الحلوه دي قوي قوي دي. ده انا اللي هنور من كتر الفلوس. لا يمني يا استاذ، لا يمني على العربون والعقد. تحت امرك يا استاذ عادل، اتفضل. دع
دول 5000 جنيه من اصل 30000 جنيه في الشهر، وده العقد يا فندم. بس معلش يعني هو مش هينفع يشتغل معاك طول اليوم، لان انت زي ما انت شايف كده بيشحن طول الوقت يعني. ولا يهمك يا استاذ عادل، ولا يهمك، احنا ناخده منك 3 ساعات بس في اليوم. اوكي اوكي. سلام يا استاذ عادل. مع السلامة. الف سلامه. الف سلامه. سيبه يلا، سيبه يلا، سيبه يلا. ايه ده الراجل ده يا دولا؟ ده غريب قوي. سلام عليكم. فليكن معلوما للجميع انني لا ارغب في المناصب، ما بيهمنيش المناصب، لكن نمن طالما انتوا شايفين كده ماشي ولا غلط؟ غلط. ايه ده يا عم اللي جاي بيتنك علينا ده؟ يعني ايه اللي مش همه المناصب؟ ولا بيتنك على المناصب ومش ليه يعني؟ من فضلك من فضلك، ليه بتقطعني في خطبتي؟ انت مش هتاخد الكلمه بعدي؟ ماشي هاخد الكلمه بعدك، بس هاخد ان شاء الله المنصب ده قبلك ان شاء الله. يا دول اسيبه بقى يقول الكلمتين اللي عنده عشان ما يقعوش منه، ونقعد ندور بقى عليه. قول 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 قول. يا جماعه يا جماعه، كل واحد يقف في طابوره ويتكلم ويقول الكلمتين اللي عنده وبس وبس. انه في الحقيقه انا ما عنديش خطه، لكن بعون الله هنفذ لكم كل اللي انتوا عايزينه. يعني انت مفيش في دماغك حاجه خالص حاليا؟ مفيش. يعني هتقول ايه دلوقتي؟ اذ ربما انه في هذا الموضوع مفيش. الكلام اللي احنا سمعناه ده وبس بس مفيش. حس بقى ان هو مفيش. استاذ عادل ممكن تقول لنا خطتك وانجازاتك؟ اتفضل. فسح فسح. سلام عليكم. وعليكم السلام. دولا دولا دولا، تيتي خد له صابونه، جابوا الهرم جنب بيتنا. عادل دولا رئيس ربطتنا. شكرا شكرا للهتاف الجماعي. شكرا. ناني ايها الاخوه، التقيت بكم دلوقتي حالا لكي اقول لكم حاجه واحده، إن هذا أيوة شيلهم دول، إن هذا اليوم يوم مهم جدا لكل أصحاب البازارات، ولو أنا منافس بالنسبة لهذا التيتي فإنني بكل تواضع أقول لكم من هذا المنصب إنه ليس قدي، لأنني سوف أنتصر عليه. وشكرا ولسه قاعدين مع بعض يعني. بقول لك يا استاذ زول، عدم مؤاخذه يعني، انت شغلت لي القهوه وعملت لي مؤتمر صحفي، والناس ديت ولا واحد فيهم ضرب اي مشروب يا استاذ. لا لا بدو، انت كده سايح ولا ايه؟ اتكل على الله، روح هات واحد شاي قسمه على 6 كوبايات. يلا واحد شاي على 6 كوبايات. طلب اي حاجه ثانيه حاسبه عليها. ها عناية. يلا يلا. ابو الكرم ابو الكرم، عادل افندي قلب الهرم. شكرا للهتاف الجماعي. عدوا يا رمزي، عدوا عدوا. ايها الاخوه والاخوات، سيداتي سادتي انستي، ايها الاخوه والاخوات. استاذ عادل، ممكن تقول لنا حته من انجازاتك وحته من مشروعاتك؟ استوقفك استوقفك يا برداو. لا مش اوقفك، لا استوقفك. يعني انها ليست انجازاتي بل انجازاتنا، انها ليست مصروفاتي بل مصروفاتنا، انها ليست ها وهكذا. أيها الإخوة، إنني لا أفعل عمل فردي ولكن عمل جماعي. أنت إيه اللي موقفك هنا على المنصة؟ آسف. إيه اللي موقفك على المنصة؟ ولهذا أيها الإخوة، نحن كأصحاب بازارات نعاني نعاني من أشياء كتيرة جدا. يعني مثلا بالنسبة لأصحاب محلات الكشري، أتتذكرون ماذا حصل العام الماضي في فبراير سنة 1999؟ مش يعني من فترة. أتتذكرون الحدث المؤسف الذي حدث لأحد السواح لما عندما كان ماشي في الشارع وبعدين راح هو الزحلق في كيس بلاستيك ده هو، وكان هذا حادث مؤسف بسبب ايه؟ بسبب كيس كشري مرمي على الارض لونه شفاف فلم يراه. فاكر يا لا؟ اتذكر اتذكر دول، ده انا اللي حادف الكيس ده ساعتها. ولهذا ايها الاخوه، مش عايزين الكشري في كيس دول يا فندي، في الاوتوبيس. شكرا للهتاف الجماعي. شكرا. يا عضو يا رمز، عضو. ايه في الموضوع ده؟ والله بصوا، انا يعني لازم اجتمع مع اصحاب بتوع اللي هم محلات الكشري واطلب منهم ان تكون الاكياس ملونه حتى لا يتزحلق عليها اي سائح، ولذلك لا نضرب السياحه في مصر. يا سلام.
يا سلام على الكلام اللي كله دقة وحكمة. دولة دولة هب وبان عبى الكشري في كيس ألوان. شكرا شكرا شكرا. ثانيا وثانيا أهم من أولا، محلات عصير القصبة التي تجاور بطبيعة الحال محلات الكشري كنوع من أنواع الحلو بعد الشطة والحرق الذي يبقى في البق، فإن هذه المحلات تتسبب إلينا بمشاكل كثيرة جدا، منها مثلا إن بتضر علينا بعضا من الناموس والهاموش وبعضا من الحشرات الطائرة والحشرات الزاحفة مثل الصرصار وهكذا، فإن هذه النوعية المختلفة من الحشرات مضرة لنا مضرة لنا. ودي هتعمل لها أكياس ألوان برضو؟ لا أكياس ألوان إيه، أنا عايز بس أستعين ببيت من أبيات الشعر لصديقي الشاعر بيقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن أخلاقهم ذهبوا، ولذلك فإن على أصحاب محلات عصير القصب لابد أنهم يرشوا مبيدات حشرية للقضاء على هذه الحشرات، وده مطلب من المطالب الذي أطلبه لكم بنيابة عنكم. رص القصب وارمي القش يا دولة، عمره ما يوعد فش. الهنوش ده عرفنا كلنا. أنا كنت فاكر إن هو عرفني أنا وبس وبس. دلوقتي يا جماعة في بقى نقطة مهمة جدا، ثالثا ودي أهم من ثانيا ومن أولا، ثالثا يا جماعة عايزين نوحد أسعار التماثيل. ما ينفعش يبقى التمثال عند حضرتك مثلا 8-10 جنيه ويبقى عند حضرتك 8-15 جنيه، لأن هذا قد يسبب مشاكل بيننا وبين بعضين. الله، أحلى كلام. كلام مظبوط، ورزقي ورزقك على الله وبس وبس. اطفي 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 النور، عادل دولة مش مغرور. اطفي 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 النور، عادل دولة مش مغرور. اطفي 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 النور، عادل دولة مش مغرور. اطفي 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 النور، عادل. هو حضرتك يعني ده اساسا ب 20 جنيه، بس عشان خاطر عيون حضرتك هخلولك يا عم ب 35 جنيه بس. لا انا مش عاوز تخفيض ولا تعمل لي خاطر. انا ما برجعش في كلامي خلاص، يعني انا قلت 40 يعني 70. ايه يا عم، انا هشتري تمثال اصلي. بص بقول لك بقى، انت هتقعد تضحك لي، التمثال ده ما فيش منه غير نسختين يا عم، نسخه هنا والتانيه في المتحف. طب بس بس بس، لا خليهولك، انا هشتريه من المتحف ارخص. طب يلا يا عم الناصح، يلا مش عايزين نبيع، مش عايزين نبيع ولا نشتري ولا ولا ايه؟ ايه دول؟ ايه؟ بتمارس هوايتك في تطفيش الزباين انت يا رمزي. يا دولة بقى انت مش شايف يا دولة من الصبح يا عم، ده بقوا مفتحين اول يومين دولت يا دولة. مفتحين ايه؟ اياد انت شغلنا الشال اياد. يا دولة بقى ما هم عمالين يا عم يفصلوا على الفاضي والمليانة دولة، وبعدين انت زي ما انت عارف يعني ان انا فاهم وواعي. انا عارف طبعا، منك لله يا رمزي، منك لله. انا مش عارف اعمل ايه بجد، يعني مش عارف اعمل ايه. المهم المعلم ابو جبل بعت طلبيه التماثيل اللي انا طلبتها منه ولا لسه؟ لا يا دولة، المعلم ابو جبل ما بعتش حاجه. ما بعتش حاجه لغايه دلوقتي؟ ايه اللي اخره؟ يا نهار ابيض، دي طلبيه العمر، ده انا دافع فيها كل ما املك فلوس كتيره جدا. يمكن يكون مات يا دولة. قوم قوم يلا نقف في الواجب بقى وفي العزاء، يلا قوم. نقف في الواجب ايه اللي هنقف فيه؟ انت تتمنى انه يموت؟ تتمنى تخرب بيت انت. طب هتعمل ايه دلوقتي يا دولة؟ هكلمه. انا هفضل قلق نفسي ليه؟ الو، ايوه معلمه دبشه، ازيك؟ انا عادل سعيد. الله يسلمك، واخبارك ايه واخبار ابنك صخره ايه؟ وبنتك رمله عامله ايه؟ سقطت في المدرسه؟ مش اشكال مش اشكال. المهم المعلم ابو جبل اخباره ايه؟ ايه اتقبض عليه والطلبيه اتصدرت؟ لا 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 لا، اتصدرت ايه؟ بقول لكم ايه، لازم تتصرفوا. هتتصرفي ازاي يعني؟ ما ايوه، ما انا ممكن، بصي انا مش هاسكت، ده انا ارميكي انت وابو جبل ورمله وصخره من فوق الجبل المقطع. انا بقول لك اهو، هتتصرفي ازاي؟ الو الو، رد يا دبشه بدل ما فشفشك. الو ايه يا دوله؟ في ايه يا عم وغوشتني؟ معلم ابو جبل يا سيدي طمع وحط تمثال اله الادمان عند قدماء الكولومبيين في وسط طلبيه التماثيل، وده محرم دوليا، اتقبض عليه. يا خبر ابيض يا دوله، مش التمثال ده وانا دوله اللي عينيه من تحت كده سودا ودايما سرحان وعصبي؟ يا انا بعت منه تمثالين قبل كده، بس انا ما بحبوش يا دوله التمثال ده. ما بتحبوش ليه؟ سرقك يعني عشان يصرف على ادمانه؟ لا يا دوله، قفشته بيلف ورق برضي.
طب سيبك من اله الادمان، انا ممكن اجيب لك اله الرغي عند قدماء الرغايين، ده هايل بينزل معاه قرصين اسبرين عشان اما تصدع، ايه رايك؟ الله عليك يا دولة يا حبيبي، الله ربنا يخليك لي يا رب يا دولة. ولا انا مش ناقص غباوة، انا مش ناقص غباوة، كفاية اللي انا فيه، انا دافع فلوس، فلوس كتيرة جدا، دافع كل ما املك يا رمزي. طب انت عايز فلوس سلف مني يعني ولا حاجة؟ لا يا سيدي، شايلك لوقت عوزة. المهم بقى الجماعة اللي عندي في البيت مش عايزهم يعرفوا اي حاجة، لان انا وظيفتي كراجل البيت ما حسسهمش باي مشاكل لغاية ما اشوف اتصرف ازاي. لا اوعى تقلق يا دولة ولا يكون عندك اي خبر يا دولة، ما انت عارفني يعني انا سر وبير. سر وبير. المهم يا رمز، انا مش عايز اي حد يعرف اي حاجة لغاية ما اقف على رجلي واعرف اتصرف في المصيبة السوداء اللي انا فيها دي. عناية يا دولة. طب يعني لا قدر الله يعني وبإذن الله وإن شاء الله يا دولة بدون مقاطعة، لو فشلت يعني إن شاء الله أروح بقى أشوف لنا شغلانة كده في مصنع في 6 أكتوبر؟ إن شاء الله لو فشلت بتتمنى لي أنت الفشل، و 6 أكتوبر إيه يا فاشل اللي أنت هتروح تشتغل فيها؟ أنت تشتغل في 1 أكتوبر، في مايو، في يونيو، 6 أكتوبر. خلاص يا دولة، خلاص يا عم والله مش هسيبك يا دولة، ما تقلقش يعني. طب دلوقتي لو دولة ان شاء الله قفل البازار يعني اروح ابيت فين انا؟ خرب بيت انت بتفكر يالا بصوت عالي من غير ما اسمع. بس يا رمزي، بص انا مش ناقصك خالص، انا لازم بس المهم دلوقتي في الفتره اللي جايه دي امسك ايدي شويه بقى. ليه يا دولة تمسك ايدك؟ ليه انت هتعدي الطريق؟ وانت يعني ما بتعدي الطريق بتمسك ايدك؟ ايوه طبعا يا دولة، ما على راي المثل يا دولة اتبع قواعد المرور. المثل بيقول اتبع قواعد ده المثل ده مين اللي قال؟ امك وقالت برضو جنبيه المثل بتاع ممنوع الاتجاه اليمين وممنوع الوقوف صف تاني. ايوه دولة هي كانت بتقول الحاجات دي كلها دولة علشان كانت هي بتخاف عليا وانا معدي الطريق، اصل الجاموسه ولا حمار يخبطني ولا حاجه، وعلشان كمان اكدهون قالت لي بقى ابقى عدي خلي حد كبير يمسك ايدك يا رمزي عشان خايفه عليك من البهايم يعني. على رايك ممكن تكون جاموسه معديه مثلا كسر اشاره ولا معزه عامله غرزه ولا حمار بيامرك. فكرتيني يا دولة، انت عارف يا دولة انا مره صحيت من النوم على صوت خبطه جامده او او او، كانت بقى جاموسه خبطت حمار على الطريق وبقى والحمار اتقلب. حمار اتقلب. واللي قلب الحمار ده بقى صاحب الكنبه اللي قاعد عليها الحمار. كنبه ايه دي يا دولة؟ الكنبه اللي الحمار قاعد عليها بالجزمه. ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت قاعد على مكتبي ولا ايه؟ يا عادل دي ضروريات شغل علشان اعرف اشتغل على اللابتوب بتاعي وانا بشرب النسكافيه واعيش مود الشغل، وانا بعمل لك حسابات البازار ما تنساش. وعشان تعمل الحسابات يعني تاخد مكتبي؟ اوكي عادل، عايز المكتب بتاعك؟ ماشي اعمل لي مكتب لوحدي، او اقول لك اقعد انت مكاني واشتغل على اللابتوب. تعرف؟ تعرف؟ لعلمك انا التوب بتاع البازار ده، تقول لي لابتوب ومش لابتوب، هات هات اوريك انا اشتغل ازاي. اوكي. ايه ده انت شلت الفيشه؟ بطل الحركات دي عشان تفصل لي بقى اللي هو اللابتوب ده يعني وانا ما اعرفش اشتغل عليه. يا عادل افهم، اللابتوب ده ما بيطفيش علشان الفيشه، ثانيا انت اتمسكت ان المكتب ده بتاعك، فانا من حقي ان اتمسك ان اللابتوب ده بتاعي واشتغل عليه براحتي. طب بقول لك يا فهمي، ما تسيب لي لابتوبك وانا اسيب لك مكتبي. اوكي عادل، بس اعمل بس تشيك على الايميل بتاعي وبعدين ابقى اسيبه لك براحتك. انت عندك ايميل؟ انت اكيد بقى جايبه من بره، بيبقى ارخص من هنا بكتير. ايه ده عادل انت ما عندكش ايميل؟ لا ما انت عارف انا اصلا يعني زوج واب، ومعقوله يعني اصرف فلوسي على حاجات زي كده يعني؟ ممكن اشتري لعلمك، ده سهل جدا اجيب ايميل. بس افرض مثلا بنتي ياسمين احتاجت حاجه، ماما احتاجت دواء، وعلى راي المثل اللي يحتاجه البيت يتحرم على النت. مش ممكن، انت فضحتنا خالص، انا مستغرب ازاي انت تكون انت ابن عم انا. يعني ايه ابن عم؟ انت ليك الشرف ان انا ابقى ابن عمك، انت وابوك. يا حبيبي افهم، يا عادل افهم، الايميل ده ما عليهوش اي فلوس. لا راجل ببلاش بجد؟ ايوه ببلاش. طيب لو ببلاش بقى بجد والنبي يعني، بص بقى تعمل لي ايه؟ عبي لي 4 ايميلات. لطيف قوي. ربنا يخليك، وانا يعني ما كنتش ناوي اقعد كتير في مصر يعني. الله بداهيه 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 بداهيه. هي مصر طبعا بلدي يعني، بس انا هقدر اخدمها وانا بره اكتر. يعني هتبعت لها وتحن لها كده وتبعت لها حوالات وحاجات كده من الارق الاخضر ده اللي بالاسمه درارات. يلا سلام عليكم بقى يا جماعه، انا هروح. يلا يا رب الطياره تقع بيك في مثلث برمودا يا رب. انت بتفكر برضو يا عادل بصوت عالي؟ مفيش. من فضلك يا استاذ فهمي، عايزه اطلب منك خدمه يعني قبل ما تسافر، اصل انا في نوع مكياج مش لاقياه هنا خالص، عماله لف 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 مش لاقياه، ممكن تجيبه لي؟ تحت امرك يا مجيده هانم طبعا. ميرسي ميرسي. يلا 60 داهيه. يلا يا عادل ما تفكرش بصوت عالي. يا جماعه احنا مش هننام بقى ولا ايه؟ ننام؟ ما احنا كل يوم بنصل وش الفجر، جت على النهارده هننام بدري؟
قالوا نقعد مع ابن عمنا اللي مسافر نرحب بيه قبل ما يسافر يا عادل. منور يا فهمي. بوجودك يا سناء. هو انا كده كده يعني كنت مروح لان ناقص ساعه على ميعاد نومي وانا مش عايز الخبط الجدول بتاعي. سلام عليكم. وعليكم. يا من ايجيبت مستر جون. اوكي كول يو باك. اهلا وسهلا يا مستر. اهلا وسهلا تحت امر حضرتك. البازار كله تحت امرك. عايز تماثيل، عايز برديات، اي حاجه موجوده يعني. ازيك يا عادل؟ عادل ايه ده، انت عرفتني؟ واضح ان انا شهرتي وصلت بره. يعني عرفتني منين بقى؟ من خلال الايميل بتاعي ولا من خلال الويب سايت ولا من خلال بعض السياح لما رجعوا بلدكوا قالوا لك عليا؟ زي ما انت ما اتغيرتش. عنجها فاضيه. عنجها فاضيه؟ ايه ده، لا واضح ان اللي قال لك عليا اعدائي يعني مش اصدقائي السياح. انت مين وعايز ايه؟ ها عرفتني؟ ايه ده اللي انت عامله في نفسك ده يا رمزي؟ واسبوع تربي فيه شنب والحاجه دي جايبها منين؟ انت سارقها هاله؟ احترم نفسك. ايه سارقها دي؟ احترم نفسك. ايه اللغه اللي انت بتتكلم بيها دي يعني عادل طول عمرك؟ لغتي ايه يالا؟ انت هتستهبل يالا رمزي؟ انا بتكلم اللغه العربيه. ايه مش عارف اللغه العربيه؟ افهم كويس. اولا انا مش رمزي. مش رمزي؟ على بابا ياض ياض يا رمزة بتاع سونيا. هلا يا عادل انا فهمي اخو رمزي. فهمي اخو رمزي؟ اه فعلا يعني سبحان الله الخالق الناطق رمزي يعني. معلش فهمي انا بقالي 10 سنين ما شفتكش يعني. وانت عامل ايه؟ فاين فاين عادل. انا واخد اجازة ورمزي اتصل بي علشان اجي اشتغل مكانه في الفترة دي يعني. فحدد لي بقى طبيعة الشغل بتاعي وبسرعة. بسرعة؟ لا 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 لا. الشغل هنا أصله ماشي على نظم وعلى قوانين وعلى قواعد معينة أنا اللي بحددها يعني. طيب بدون بقى دخول في ديتلز كتير يعني وبعيدا عن إحساسك بالنرجسية، حدد لي طبيعة شغلي. النرجسية؟ إيه ده؟ الواد ده شكله مثقف وهيتعبني. ايه عادل انت بتفكر بصوت عالي؟ انت فاكرني مش سامعك ولا ايه؟ لا لا انا عارف انك بص بقى. بص يا فهمي يعني ان هو يعني خطه العمل عباره عن احنا عندنا مجموعه من التماثيل. التماثيل دي زي ما انت شايف كده بيبقى فيه عدد من الارفف. انت بتيجي بتروح. هي دي خطة المبيعات يا عادل؟ ايه الفشل اللي انت فيه ده؟ فشل ايه؟ ايه اللي فشل دي؟ لا 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 معلش انا 20 سنة من النجاح. عادل سعيد اسم يعني الثقة. واضح واضح يا عادل الثقة. بدون بقى تضييع الوقت انا عايز اعرف طبيعة الشغل بتاعتي وسيبني انا اشتغل بالسيستم اللي انا عايزه. لا سيبك ايه؟ ما ينفعش اسيبك. انا رئيس مجلس ادارة البازار ده وانا اللي بحدد ازاي الناس كلها تشتغل. عادل بلاش التشبث بالسلطة الواهية دي. ده شكلك حزب معارض وهتتعبنا يا فهمي. رمزي كان حزب تاني، كان حزب